أعلنت الحملة الشعبية عشان تبنيها عقد مؤتمر صحفي غدا للإعلان عن الإعداد الأولي على الأعداد الأولية الموقعة على استمارة تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. وقال عضو اللجنة التأسيسية للحملة كريم سالم، قال إن الأرقام المتوقع الإعلان عنها هي مؤشرات أولية، مشيرا إلى أن الحملة ستواصل جهودها لجمع التوقيعات من محافظات الجمهورية كافة.